مقام سماه الحق سبحانه وتعالى بمقام النجوى. ما هو هذا المقام؟ وما هي النجوى؟ وكيف يكون الإنسان في ساحة العطاء بين يدي الحق سبحانه جل جلاله وتعالى في علاه، وهو في الدنيا في مقام النجوى؟ النجوى لها أحوال عظيمة، في كل حال منها تجد أنك في قمة الاحتياج، وأنك في قمة الإخلاص، وأنك في قمة القرب من محبوبك. لما؟ لأنك عندما تناجيه تحدثه سرا، فالحديث السر هو نجوى.